مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي المشهد. 7 سنوات كاملة مرت على هذا المشروع المصري المهم، مشروع قناة السويس الجديدة. هذا المشروع الذي يضيف بلا شك للاقتصاد الوطني المصري أبعادا إقليمية وأمنية واقتصادية وملاحية جديدة. رغم كل التحديات العالمية يعيش هذا المشروع فترة من أهم فتراته باعتباره قاطرة للاقتصاد الوطني. آخر الأرقام الواردة عن هذا المشروع على حد تصريح رئيس هيئة القناة، عبور 89 سفينة يوميا بإجمالية 5.2 مليون طن في اليوم. ترى ما هي التحديات التي عاشها المصريون من أجل إنشاء وحفر هذه القناة الجديدة؟ ما هي الطموحات الخاصة بمستقبل مشروع القناة الجديدة؟ ما هي طبيعة الإضافات التي يقدمها للاقتصاد الوطني ولخطوط النقل والملاحة؟ أسئلة عديدة نطرحها اليوم على ضيفنا في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. نبدأ مع حضرتك بمتابعة هذا التقرير عن مشروع القناة الجديدة قناة السويس، على أن نبدأ بعده الحوار. قالوا عنه حلم وخيال، واستهانوا بقدرة المصريين على صنع المعجزات على مر التاريخ، ليأتي مشروع قناة السويس الجديدة ليؤكد للعالم أجمع أن مصر وإن مرت بكبوات فإنها دائما ما تنهض بقوة. الحلم الذي استبعد كثيرون تحقيقه، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر إبان ثورة يناير عام 2011، أصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيقه وفي عام واحد فقط، وبأياد مصرية خالصة وتمويل مصري كامل، ليسطر التاريخ في 6 أغسطس عام 2015 إنجازا عظيما في الجمهورية الجديدة، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة. اعتمدت فكرة الإنشاء في الأساس على تكوين قناة جديدة موازية وتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية، بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، بجانب تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، مع تقليل زمن انتظار السفن ليكون 3 ساعات في أسوأ الظروف بدلا من 8 إلى 11 ساعة، مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية. وتم العمل في قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالي 37 كيلومترا، ليبلغ إجمالي أطوال المشروع 72 كيلومترا بمشاركة 17 شركة مصرية تحت إشراف القوات المسلحة. إذن كان هذا تقريرا عن قناة السويس الجديدة. نبدأ حوارنا في هذه الحلقة مع الدكتور أحمد الشامي، مستشار وخبير النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بسيادتك. يعني لو تطلعنا على مشروع القناة، إلى أي مدى كان حينها منذ 7 سنوات كان ضروريا ولازما من أجل الاستفادة من منظومة النقل في قناة السويس وتطوير النقل البحري بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا التقرير ده اعاد للواحد شويه شجن كده، ان انا 22 اغسطس 2014 انا كنت واقف على ارض، اما كنت بشوف العمليه بتاعت البدايه اللي كانت هتتم على الحفر على الناشف وكلام من ده، وكنت بتخيل وانا ببص للقناه كده ازاي هتيجي القناه الموازيه وهتبقى ازاي. وكنا في الاول بنقول هي ازاي الموضوع ده هيتعمل في سنه،
يعني خلينا الواحد يقعد يفتكر. وبعدين مع المتابعة الكثيفة مع المشروع وحسن إدارة المشروع وكانت القيادة السياسية سيادة الرئيس والمتابعة الشبه يومية مع سيادة الفريق مهام ميش والمتابعة مع دار الهيئة الهندسية كان ساعتها سيادة الفريق كمال وزير النائب رئيس الهيئة الهندسية وليس رئيس الهيئة الهندسية بس هو اللي كان مسؤول عن المشروع وشفنا قد ايه ملحمة بتؤدى بدقة ومهارة وإتقان وبتحقق نسبة نجاح 100% في كل حاجة. أنا كنت حاضر الإعلان اللي حضره أعلن فيه سيادة الفريق مهاب ميش قدام سيادة الرئيس وهو بيتكلم على هذا المشروع وبمراحله وكان بيتكلم على احتياجاته المالية وكما أنها كان امبارح يعني سيادة الفريق مهاب قال اللي احنا محتاجين للقناة الموازية 30 مليار جنيه عبارة عن قناة جانبية هنسميها قناة السويس الجديدة 35 كيلو بعض التعديلات من توسعة وتكريك ل 37 كيلو اللي هي في البحيرات الكبرى أو في الملاحات وقال 30 مليار جنيه وقال محتاج كمان 28 مليار جنيه للستة أنفاق هيبقوا واصلين ما بين الشرق والغرب اتنين في الإسماعيلية اتنين في بورسعيد اتنين في السويس و2 مليار عشان التسوية اللي هتتم في الضفة الشرقية من الطرق والمساعدات الملاحية في القناة الجديدة وقال احنا كنا عاملين في قناة السويس على دراسة 5 سنوات وقلنا هنعملها في 3 سنوات وسيادة الرئيس قال له سنة واحدة فما كانش قدام الفريق مهاب ميش إلا قال له حاضر يا فندم علم وينفس وابتدأت كتيبة العمل بدقة رهيبة جدا. أولا حققت الفترة الزمنية اللي هي كانت سنة ثانيا التكلفة الفعلية اللي كانت مقدر لها 30 مليار كلفت أقل من 21 مليار الأنفاق اللي كانت مقدر 6 بعد الدراسات ولقوا ان في اجهاد للتربة وعدم جدوى من وجود نفقين للسكة الحديد فخفضوها الاربع انفاق وشفناهم ان هم خلصوا الحمد لله ربما اتكلفوا شوية اكتر من 28 مليار بسبب تعويم العملة اللي تم في 2016 مساعدات الملاحية تمت الطرق في الضفة الشرقية تمت زائد بقى حاجات تمت كده يعني ما حدش بيتكلم عليها المزارع السمكية اللي في شرق بورسعيد المزارع السمكية اللي في الأنطرة في الإسماعيلية مدينة الأمل الجديدة عشان يعني بعض يعني كم من المشروعات تم في المحيط بتاع قناة السويس عالي جدا. سيادة الرئيس بعد ما افتتح قناة السويس وبرضه كان في مشهد من المشاهد الجميلة جدا ساعة اما سيادة الرئيس اما امر بالتشغيل وجات الصورة المركب ومركب على الناحية التانية واحدة في اتجاه واحدة في اتجاه اخر ده شعور بالفخر اللي انت هذا المشروع نفذته في وقت قياسي يعتبر بكل المقاييس اعجاز هندسي يعني نفذته بادارة ومهارة وبكفاءة تحسب من أدنى عامل كان شغال في الحفر والتكريك إلى أعلى قيادة. هذا المشروع كان ضروري ولازم في هذه الفترة؟ هقول لحضرتك خلينا نتكلم في جزء من ماضي يعني أنا أتحدث من ناحية الأولوية الاقتصادية خلينا نتكلم في جزء من ماضي قناة السويس. قناة السويس من سنة 1868 تولت الإدارة المصرية من 1956 كويس ايه اللي تم بقت قناة السويس سيادتك اللي على ارضك تمتلكها وتديرها ومواردها تخصك كلها جينا توقفت 11 يوم في 56 بسبب العدوان الثلاثي جيت توقفت 8 سنوات بسبب حرب 67 وتم عادة افتتاحها في سنة 75 توقفت مؤخرا
السنة اللي فاتت 6 أيام بسبب حادثة ايفر جيفن، والناس حست قد ايه الانزعاج لتوقف قناة السويس وتوقف الملاحة في قناة السويس وماذا التأثير على العالم. ده ممر عالمي ومهم، فده بيقول لك ان ده ممر، هي ممر من عدة ممرات موجودة على مستوى العالم، بس هي في الواقع هي الممر الاهم. نعم. ليه؟ لانها بتربط ما بين اهم 3 قارات. قارة اسيا هي القارة الكبرى في التعداد السكاني، قارة افريقيا قارة نمرة 3 في التعداد السكاني، وقارة اوروبا. كويس؟ فالنهاردة اما بتيجي انت تعمل رابط ما بين 3 قارات عشان تخدم ما لا يقل عن 2 مليار مستهلك. نعم. بيتداول ما بين بعضه العالم وبين بعضه التجارة من خلال هذا الممر. انا شخصيا بعتبره انه ممر عبقري. حضرتك متخيل ان هذا الممر ابتدى كان 162 كيلو، النهاردة 193.5 كيلو، ابتدى ان كان اعماقه 8 متر وبيشيل اقصى حمولة 30,000 طن، النهاردة اعماقه 24 متر وبيشيل 245,000 طن. سؤالك بقى، احنا كان في لازمة ولا خلينا بنتكلم في طاقة. في طاقة لهذا المجرى، يعني لازم الناس تعرف المجرى ده كان كيف يدار. اللي جاي من المدخل الجنوبي اللي هو من اتجاه السويس، اللي هو جاي من المحيط الهادي واسيا والاخر ومتجه الى اوروبا، والعكس اللي جاي من المدخل الشمالي ناحية بورسعيد اللي جاي من اوروبا وبيعدي. كان قبل كده بنتكلم ان احنا متوسط العبور اليومي 49 سفينة، بس ده عدد 49 سفينة ليهم حمولات مختلفة. في هذا الوقت في 2014 كانت حمولات اكبر حمولات من مراكب الحاويات كانت 18,000 حاوية. احنا النهاردة في 2022 وصلنا ل 24,000 حاوية كحمولة. كويس؟ نعم. فالطاقة القصوى لقناة السويس كحمولة قياسية من السفن العابرة لقناة السويس، والحمولة القياسية كانت 56,000 طن، كانت 73 سفينة. اما جيت سيادتك عملت القناة الموازية وعملت التعديل الاساسي المهم اللي كان مطلوب من سنة 90 في 37 كيلو داخل القناة الاساسية، واخد بال حياتك، رفعت حمولة الطاقة القصوى لقناة السويس الى 97 سفينة. نعم. قياسية قياسية. دكتور، من واقع هذه الارقام وهذا التقدم الحاصل في القناة، هل هناك مشروعات اخرى مزمعة او متوقعة يا جاري لتوسيع يا جاري دلوقتي سواء توسيع عرضي للقناة او توسيع او تعميق للقناة او غيرها من مشروعات؟ ال 193 كيلو فيهم 80 كيلو غير مزدوج ناحية المنطقة الجنوبي اللي هي ناحية المدخل الجنوبي اللي هي ناحية السويس. اوريدي بعد حادثة ايفر جيفن والحادثة اللي حصل فيها حادثة ايفر جيفن دي اقل عرض القناة السويس 205 متر. كويس؟ وقناة السويس مش ماشية عدل، قناة السويس في تعرجات ما بين السويس لغاية بورسعيد. كويس؟ فالقيادة السياسية في او القيادة في قناة السويس بخط الفريق اسامة ربيع عملوا دراساتهم ان هو يبتدوا يتسابقوا في هذا الجزء، ان هو برضو يتم عمل ازدواج له على عدة مراحل، فاختاروا 40 كيلو تتعمل على مرحلتين. وسيادة الرئيس اداهم الاعتماد ووافق على هذا الامر، وكان المفروض ان هذا الامر يتم في 2 سنين. ان شاء الله هذا الامر ينتهي في 30/6 السنة الجاية ب 30 كيلو اللي انت سيادتك هتزود الطاقة لقناة السويس كمان 6 سفن عشان توصل ل 103 سفينة، تبقى الطاقة القصوى لقناة السويس 103 سفينة، وبعد كده تاخد مرحليا بقية الاجزاء. انا واحد من الناس من سنة كنت بقول هذا الامر احنا ربما نحتاجه بعد 15 سنة، بس بعد ما شفنا احداث كتيرة تمت جدا وخاصة في 22، سيبك من احداث الكورونا من 20 ل 22، نصفنا في احداث في سنة 22 العمليات العسكرية ما بين روسيا واوكرانيا، التوترات الحالية ما بين الصين وتايوان، التوترات اللي موجودة في باب المندب ومضيق هرمز بسبب ايران والمشاكل الحوثيين. كويس؟ كل الحاجات دي ليها دلالات، من ضمنها انت النهاردة زي ما سيادة الفريق اسامة، اللي احنا كنا من شهر بيعدي
من 70 ل 75، دلوقتي وصلنا ل 85 89 سفين. خد بالك 89 معنى كده اللي انت وصلت للطاقة القصوى اللي بعد إضافة قناة السويس الجديدة. انت متخيل اللي انت النهاردة لو انت عندك طاقة معينة وعندك إقبال اللي هيحصل زي ما كده، عفوا، اما بنيجي مثلا في رمضان نروح نفطر بره، لو ما روحتش بدري هتفضل قاعد في الانتظار بره لغايه اما الكرسي يفضى عشان تخش تاكل، كويس؟ نعم. فانت هتبقى متضايق. طيب التحديات العالميه والتاثيرات الاخيره، هل ستفرض نفسها وتزيد عدد السفن العابره؟ ده بدون شك. يعني احنا النهارده سنه 2008 كانت قناه السويس تستحوذ على 7.8 من حجم التجاره الدوليه. سنة 22 قناة السويس تستحوذ على أكتر من 12% من حجم التجارة الدولية. على 25 هتتجاوز 15% من حجم التجارة الدولية. على 20-30 هتقرب من 18% من حجم التجارة الدولية. مخططات قناة السويس على 20-50 اللي هي تستحوذ على 35% من حجم التجارة العابرة طيب في العالم. بعض الدول حضرتك تعلم طبعا تقول إنها بصدد إنشاء طرق بديلة او ممرات ملاحية مشابهة او نقل بالسكك الحديدية، هو ستؤثر مثل هذه المشروعات؟ هو حاجتين يعني. السكة الحديد اللي هو طريق الحديد اللي طريق الحرير، كويس، وده مش سكة حديد بس، يعني ده معاه مواني بحرية ومعاه طرق وكباري وهو لاخره. قناة القطب الشمالي الناس بتتكلم عليها، ودي قناة هتبقى قناة طبيعية. يعني النهاردة في التغيرات المناخية اللي هو العالم كله بيتحدث عنها، واللي كان اول واحد اتكلم فيها سنة 2000 الجور الامريكي اللي كان نائب كان وزير خارجيه. التغيرات المناخيه دي الجزء الشمالي المتجمد نتيجه التغيرات المناخيه بيدوب، كان له معدلات معينه في حقبه التسعينات في حقبه الالفينات، التقديرات ان هو يبقى فيه ذوبان كامل على سنه 2054، معنى كده ان هيخلق ممر مائي طبيعي، كويس، يوفر عن قناة السويس ما بين نقط ونقط تقريبا 25%. بس انت بتتكلم على حاجة في حدود لا تقل عن 30-35 سنة. انت ايه اللي بتعمله في قناة السويس؟ عمال مستمر في تطوير المرفق، لانك ما زلت المرفق الامن، ما زلت المرفق الذي عندك خبرة في الادارة بتاعته على مدار اكتر من 60 سنة، ما زلت الممر الاوفر ماليا. يعني الناس لما جت قالت ان زياده الاسعار اللي هي فرضتها قناه السويس في فبراير ثم مارس بتقريبا متوسط 15%، انا بقول لسيادتك انت ممكن تزود عن كده. كان هناك بعض المشروعات المتداوله في بعض وسائل الاعلام من فتره عن طريق يربط بين تركيا والخليج العربي، هل هذا المشروع يعني منافس؟ منافس لمدة اسبوع في السنة. طاقته القصوى تعادل اسبوع في السنة فقط، طاقته القصوى السنوية تعادل اسبوع في السنة في قناة السويس. مع وانا بأكد لك وانا راجل بتاع اقتصاد التشغيل يعني لا الايام اللي هي قالوا عليها هتوفر ده هتتحقق، لان النهاردة سيادتك بتتكلم في ممر متعدد الوسائط، بمعنى انه هيشتغل على قطر وهيشتغل على بر وهيشتغل على ميناء. يعني عنده ثلاث مراحل من التداول، هتنزل بضاعة وتطلع، تطلع تنزل بضاعة وتطلع، تنزل بضاعة وتطلع. مش هتبقى زي ما بيقول هعملها في ست ايام وقناة السويس بتعملها الممر في 11 يوم، دي مش هيحصل. نمرة اتنين وده الاهم، تكلفة قد ايه؟ يعني اما جاهم قالوا مثلا وحصل انزعاج من كام سنة اما جت شركة كبرى طلعت بمركب حاويات، كويس، استخدمت قناة القطب الشمالي 3600 حاوية، اتضح ان التكلفة تعادل 3 اضعاف التكلفة لو استخدم قناة السويس. الصين استعرضت وودت 44 حاوية عن طريق القطر من الصين لغاية لندن، كويس، كلفوا 10 اضعاف التكلفة اللي هي لو مرت من قناة السويس. يعني القناة هي الاسرع وهي الاوفر وهي والاكثر كثافة والاكثر احتواء. يعني لو خدنا قلنا مثلا الناس اللي بتقول قناة بنما تنافس قناة السويس، نعم، قناة بنما اقصى حمولة من سفن الحاويات 12500 حاوية، قناة السويس بتقبل حتى 24000 حاوية، يعني ضعف.
قناة بنما لا تقبل أكثر من حمولة وزنية 140,000، قناة السويس تقبل لغاية 245,000 حمولة وزنية. وبعد فكرة توسع وزيادة الأعماق ل 73 قدم، طبعا لو اتعممت على القناة يعني معنى كده ان الحمولة الوزنية للبضائع هتبقى بتزيد، يبقى انت عندك فرصة اللي انت في جزئيات بسيطة جدا من السفن العالمية انت ما بتقدرش تتعامل معاها، اللي هي الفيري لارج كرود اويل اللي هي بتزيد عن 300,000 و500,000 اللي هي بتاعت الوقود كويس، بس انت ال 300,000 بتيجي تخفف في سومت وتاخدها في بوئير عشان توصل ل 245، ال 500,000 ما بيعديش عندك في قناة السويس، بس لما توصل لهذه الاعماق 73 و77 قدم يبقى انت هتبقى عندك امكانيه ان انت تستقبل 100% من الاسطول العالمي اللي بيدور في العالم كله اللي عدده 62,200 سفينه. لهذا اسال حضرتك من ناحيه الجدوى الاقتصاديه وكيفيه تعظيم الاستفاده من القناه بكل مرافقها، هل هناك مثلا افكار لانشاء جسور مثلا لنقل البضائع بين مصر من الغرب والسعودية من الشرق؟ هذا جانب. وليكن مثلا سكك حديدية، كباري وغيرها من مرافق، هل هناك مثلا فكرة إنشاء بعض المطارات في الأراضي المصرية للعابرين من القناة ومن ثم نقل البضائع من خلال هذه المطارات بدلا من السفن إلى الدول الأخرى باعتبار أن الطائرات أسرع؟ الطائرات أسرع، بس حجم النقل الجوي وحجم نسبته في حجم التجارة العالمية أقل من 2%. البحر بيشيل 90% من البضائع. ليه؟ لأن التكلفة أقل. لا، غير التكلفة، المساحة المائية في العالم 71% من مساحة العالم مية. فطبيعي الأكثر تداولا هو عن طريق البحار والمحيطات والأنهار، يعني ده الأمر الطبيعي. عملية التكلفة الأقل والأكثر مرتبطة من نقطة لنقطة وبالكمية، مسافة والسرعة وغيرها. يعني انت خليك بس يعني نفكر الناس اللي بتقولك ان مثلا ايه طريق الحرير هينافس قناة السويس. اقصى قطار موجود في الصين 130 جرار هياخد 2 كونتينر، يعني هياخد 260 حاوية كويس، هيعدي من مسافة الى مسافة لو خدنا المسيل لها من قناة السويس، واخد بال حياتك، قناة السويس بيعديها في 12 ساعة، هذا الأمر بيعديه في أيام، بيضطر إن هو المسافة الكبيرة دي يغير قطرات عشان مفيش قطرة هتقدر تشيل تجر هذا العدد الضخم، زاد الحمولة اللي بيشيلها كام؟ 260 حاوية، 260 حاوية دي خلاص، ده المراكب الفيدر يعني كانت أكبر مركب في حاويات في الستينات كانت بتشيل 300 حاوية، والحاوية كانت يدوبك 3 متر في 3 متر. النهاردة عندك الحاويات الأربعين قدم بتشيل تقريبا 32 ل 36 طن، في حاويات على فكرة 50 قدم شغالة في أمريكا وشغالة في الصين، وممكن جدا بعد فترة من الزمن هتظهر 20 سنة 25 سنة هتلاقيها مواكبة لقناة السويس. بص، في تغير وفي تطور في الوسيلة البحرية اللي هي المركب، المراكب الكونتينر والمراكب الصب، مراكب الصب اللي هي المراكب الضخمه اللي بتاخد البضاعه سايبه يعني كويس، سواء سائله او جافه، التايب بتاعها اسمه سويس ماكس، يعني متصممه على مواصفات قناه السويس، فثق تماما ان يعني قناه السويس دي هبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قناه عبقريه، احنا الحمد لله بنحسن ادارتها، السياسات بتاعه الاداره ماشية بمتابعة في السوق العالمي، بحيث النهاردة انت ليك هدف اللي انت ما تفقدش لا عميل ولا تفقد طن بضاعة، ودايما بتبص على تنمية، فبتمشي في سياسة تسويقية. نعم. السوق بيقول ايه هنا محتاج يخفض، في عندي سياسات مرنة بخفض بزود. نعم. لهذا اشير مع حضرتك الى ان القناة في الشهور الماضية حققت اعلى ايرادات في تاريخها. صحيح. يعني بين ايدينا مجموعة من الارقام، حققت أعلى معدل عبور شهري في تاريخها ب 21 ب 2103 سفن، وبأكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125. صحيح. مليون طن. صحيح. كل هذا انعكس على زيادة العائدات من القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 705 ملايين دولار. يعني هي مجموعة من الأرقام، لهذا أسأل حضرتك عن طبيعة جهود الإدارة القائمة على القناة من حيث تقديم حوافز
وده اللي كنت بقوله، اقتصادية جديدة وأفكار جديدة، وأيضا كيفية الاستفادة من المناطق اللوجستية الموجودة حول مجرى القناة، هذا الممر الملاحي العالمي، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة. الجزء اللي حاجة بتقوله ده شقين، الأخراني اللوجستيك، في جزء مرتبط بقناة السويس بس ليس تابع لقناة السويس، اللي هي الهيئة العامة لقناة السويس اللي ماسكها الباشمهندس يحيى زكي، اللي هي فيها 6 مواني ومنطقة ممتدة 460 كيلو ما بين السخنة وشرق بورسعيد، شرق وغرب بورسعيد، الطور العريش، الأدبية، كويس؟ دي مناطق اوريدي مخططة، وأتمنى يبقى في تسارع أكتر في عمليات التطبيق، لأن لسه المرحلة الأولى يدوبك لسه منتهية، وكانت المفروض إنها تنتهي يمكن من 2 أو 3. بس خلينا بنقول اللي احنا نتيجة التحديات اللي واجهها العالم بقى من الكورونا، على الأحداث الملتهبة اللي تمت، على 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 تباطؤ الاقتصاد الدولي، ده بيحجم شوية. عشان كده مثلا اللي انا كنت متابع الحوار بتاع سيادة الرئيس، قال لك احنا ماشيين في سكة الحوكمة. الحوكمة يعني شفافية ونزاهة وجذب استثمار، كويس؟ بيجي المستثمر الأجنبي، اللي انت محتاج مستثمر أجنبي، محتاج فلوس ومحتاج تكنولوجيا، كويس؟ انت محتاج توطن صناعات عشان تقلل وارداتك وترفع من صادراتك، واخد بالك؟ الخطة دي كلها لا يمكن هتبقى في مرحلة صغيرة، انت بتتكلم في فترة طويلة مدى جدا، زمني. مدى زمني، بس انت ماشي في الاجراءات وماشي برغم انت ما يواجه العالم من تحديات، على فكرة تحديات رهيبة جدا. يعني انا هديك على سبيل المثال، لو تايوان والصين حصل عملية عسكرية، العالم كله هيحصل فيه توقف. ليه؟ تايوان 90% من صادراتها للعالم، اللي هي اشباه الموصلات والمايكروشيبس بتاعه التليفون والحاسب والعربيه والكلام من ده، تخيل لو حصل في مضيق تايوان عمليات عسكريه وتوقف هذا الامر حتى ب 50%، العالم هينزعج. اليابان هيحصل عندها مشكله، استراليا هيبقى عندها مشكله، كويس؟ يعني ما حدش طبعا يتمنى هذا الامر. الاحداث اللي في روسيا واوكرانيا والطاقه والقمح ولا اخره، واستخدام طريق بديل زي قناه السويس، ان هو الخليج دلوقتي بيورد الغاز لاوروبا، كويس؟ ده في صالح قناه السويس، بس انا بقول لك ليس في صالح العالم ولا في صالح اقتصاد العالم، الاستقرار العالمي. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا للدكتور احمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى الاقتصاديه للقناه. شكرا جزيلا. هكذا مشاهدينا وصلنا معا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج المشهد، حتى نلتقي في حلقات اخرى قادمه، الى اللقاء.